مرحبا، معكم المهندسة نجلة. اليوم رح نقوم بتصميم فاز بشكل كتير مميز. رح ناخد تعليمة الالتواء من فليكس. خلوكن معي وتابعوا الفيديو. نفتح سكتش من المستوى فرونت بلين. من لاين نقوم برسم الخطوط الأولية. من سب لاين نقوم برسم الانحناءات. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نلاحظ ان الشكل اصبح فولي ديفاين. من فيتشر نقوم باختيار ريفولف باست. نقوم باختيار الخط للدوران حوله. اصبح الشكل الاولي للفاز جاهز. سنقوم الان برسم الشكل الخارجي للفاز. نفتح سكتش من المستوى فرونت بلين. من سبلاين نقوم برسم الانحناء الخارجي. ثم نقوم برسم خط منقط. من سمارت دايمنشن نحدد الأبعاد. من فيتشر نختار سويب باس. نقوم بتحديد الخط المنحني. نختار ألين ويذ إنت فيسز. أصبح التحدب الأول على السطح جاهز. من فيتشر نختار سيركولار باترن. نختار عدد المصفوفات 12 مصفوفة ونحدد الدائرة ونحدد التحدب الأول. من فيتشر نختار فيليت. نحدد الحواف الجانبي بمقدار 5 مليمتر. من فيتشر نختار شيل ونحدد السماكة 5 مليمتر. من فيتشر نختار فيليت ونحدد السطح العلوي بمقدار 1 مليمتر. سنقوم الآن بتدوير الحواف. من Insert نختار فيتشر ونختار فليكس. نحدد فيليت 2 في فليكس انبوت. نحدد تويستينج بدلا من بيندينج ونحدد الزاوية 90 درجة.
أصبحت الفاز جاهزة بشكل كامل. سنقوم الآن بتحديد مادة الفاز. من appearances نختار solid. نحدد اللون. أصبحت الفاز جاهزة بشكل كامل. أرجو أن تنال إعجابكم. شكراً لحسن المشاهدة. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. خلوكم معنا دائماً.